بكم من جديد. بيسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة واحد من نجوم، يعني مش عايز أكبره لأن لو كبرته هكبر نفسي. احنا تقريبا يعني كنا جيل واحد. كابتن عمرو الحديدي نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر السابق واحد الحقيقه اللي اثبتوا جداره ضخمه جدا جدا في مركز المدافع الصلب والصلد. كابتن عمرو، انا سعيد ان احنا اتقابلنا بعد غياب وبعد زمن. حبيبي استاذ محمد، اشكرك انك معانا وبرحب بيك جدا. الله يخليك، انا اللي مبسوط قوي ان انا شفت حضرتك، وفعلا بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش وما اتقابلناش. وبعدين بص، انا قبل ما ابدا معاك في الاسئله بتاعتنا بقى المعتاده، يعني انا مستغرب برضو ان انت بعيد، يعني انت، انا عارف ان شغل، ان ليك شغلك فواخدك شويه، انا عارف يا راجل يعني ليك شغلك، لكن انت راجل يعني من الناس اللي هي لها علامه يعني في النادي الاهلي، في منتخب مصر، كان ليك تاريخ هايل. انت حابب ان انت تبقى مشغول في شغلك وبتبعد عن فايل الكوره؟ انت لغايه سنتين ثلاثه كنت في الانتاج الحربي، كنت ماسك قطاع الناشئين اعتقد. تمام. في الانتاج الحربي، وحتى في قبل كده كنت في النادي الاهلي. بص يا استاذ محمد، انا في الفتره اللي النادي الاهلي خد قرار ان هو يعمل الكابتن رمضان اكاديميه، فلم كل اللعيبه اللي هي بطلت ياسر ريان، عمرو الحديدي، شرف، كشري، احمد رجب، احمد حسين، عبد الله الديب، كل المجموعه اللي كانت موجوده، علي ماهر، عماره، فكلنا كنا موجودين. كنا بنعمل شغل وبيقولوا زي ما بيقولوا ملعب واحد ملعب تمانية، ونعمل دوره في نهايه المده نشوف كل واحد شغله وصل لغايه فين. وطلعتوا بقى لعيبه المجموعه دي؟ بص، انا كنت جايب محمود حمدي من اكاديميه النادي الاهلي ساعه لما كانت فرعها في بلبيس، كان ساعتها الونش. محمود حمدي الونش بتاع الزمالك، المنتخب. كان موجود في اكاديميه النادي الاهلي فرع بلبيس، كان ساعتها المدير الاكاديميه كابتن سيد عبد الحفيظ. يا راجل. والله، اللي كان بيدربه ساعتها الكابتن اسامه الهجان. أوكي. احد ناشئين يعني النادي الاهلي. انت جبته للاهلي؟ لا، انا عملت ساعتها منتخب من جميع الفروع، كانت فكره وعرضتها على الفروع الاكاديميات بتاعه الاهلي. نعمل فيها نشوف منهم مين ينفع ويشتغل معاه مدير فني واتنين. عارف حضرتك لما تبقى في مدارس مختلفه في تدريب الولاد، في واحد فيهم بيعلم علامه بتستقر بتقول ان الراجل ده اشتغل مع الولاد دي كويس. فانا كنت ساعتها انا اللي موجود واشتغلت معاهم. كان ممكن يبقى في الاهلي. بس في الوقت دوت كان محمود اتعرض على قطاع الناشئين فمشي، اللي هو سمير الهادي جابه ساعتها في الجيش. اتعرض بمعنى ايه؟ يعني مثلا انت دلوقتي من الاكاديميه بتقول انا لقيت عندي فلان الفلان ده لعيب كويس مثلا، انت قلت عمرو الحديدي وسمير كمونه كويسين، اتعرضوا على قطاع الناشئين. على قطاع الناشئين. طب قطاع الناشئين رفضوا؟ رفضوا ساعتها. رفض الونش. يعني لو كانوا، لو وافق كان زمان الونش لعيب في الاهلي. ومن سنين بقى قطاع الناشئين، انت بتتكلم، عارف كان حل مشاكل كتيره جدا للموسيماني. انت بتتكلم كان محمود عنده 11 سنه ساعتها. طب ده خبر اول مره اعرفه، ان الونش اساسا كان ممكن يبقى في الاهلي. موجود، وكان عنده ولد فرويد. انا فاكره كان تعليم لونه اسمه طلعت، كان لعيب كويس قوي بمعنى الكلمه، بس مش عارف ما كملش، راح فين بعد اول سنه بعد ما مشي. والونش مشي ما رضيش ياخدوه، فراح كمل طريقه بقى فين؟ اللي هو سمير الهادي اخده طلع الجيش. احمد اسماعيل جابه طلع الجيش، والزمالك خده وطلع الجيش. في السنه دي كان اللي هو سمير وقبليه اللي هو مصطفى كامل جابوا عمرو الحديدي يمسك فرقه المستقبل اللي كانت تحت فرقه الدرجه الاولى بتاعت الكابتن فاروق جعفر، اللي هي فرقه حسام حسن، رؤى، اللي هم حسام حسن بتاع الاهلي، حسام حسن اهلي، رؤى زمالك، محمد اشرف رؤى. دي كانت فرقتك في طلائع الجيش؟ دي فرقتي في طلائع الجيش. ياه. اول لما جابوني كان فاضل حوالي 12 يوم وعندنا بطوله عربيه هتتلعب في النادي الاهلي، كان منتخب مصر بتاع فرقه 94 بتاع الكابتن محمد عمر والكابتن مرعب حميد والكابتن وليد صلاح. تمام. اتلعبت في النادي الاهلي. تمام. وكان في ماتشات بتتلعب في مشروع الهدف. فانا كان اول مباراه ليا ان انا اتولى المنصب كان فاضل 12 يوم وهلاعب منتخب فرقه العربي الكويتي. فبتلعب في البطوله باسم طلائع الجيش. هلعب باسم طلائع الجيش. تمام. في البطوله اختارت النادي الاهلي ساعتها وفرقه من الاردن والعربي الكويتي ومنتخب مصر، كنا اربع فرق. فانا كنت في الفرقه دي حوالي 8 9 لعيبه من ولادي. من عندك انت؟ من ولادي. هقول حاجه الناس اول مره تعرفها، ولادي اللي كانوا موجودين دول مركز شباب منشئه التحرير، انا خدت بيه بطوله القاهره 22 مباراه بدون هزيمه، اسلام الفار والناس دي كانوا فرقتي. لعبت ده اسلام الفار كان من سنتين ثلاثه كان مكسر الدنيا، وهو في المستقبل واسوان والنادي الاهلي. لما جه راح الاهلي في الوقت دوت. في المستقبل متهيألي اسلام الفار. في الوقت دوت جمعت الفرقه دي، وكنت انا ساعتها واخد البطوله، واللي مشي مشي واللي ما كملش اللي هم في سن 93 و94، دمج ما بين 4 و3. انا كسبت العربي
3-0 وكسبت فرقة من الأردن 4-2. كنت أول مرة أمسك الولاد دي من 12 يوم. العامل مش كروي. العامل نفسي يا أستاذ محمد. إزاي تتعود تعلمهم يعني إيه بطولة ويعني إيه توصل للهدف، يبقى عندك طموح، يبقى عندك روح. أنا تعاملت في 12 يوم كده. طب يعني 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 اقصد ان انت الراجل يعني ليك اهو خبرات، واشتغلت في الاهلي، واشتغلت في في طلائع الجيش، واشتغلت في الانتاج الحربي، كنت ماسك قطاع الناشئين. انت ليه مش موجود على الساحه؟ يعني انت بقالك كام سنه دلوقتي بعيد بالظبط؟ بقالي 3 سنين. ده بكيفك يعني؟ يعني هل مش موضوع بكيفي؟ بص يا محمد، مش عايز اقولها مش عايز اجملها، ومش عايز اضيع حقي فيها. ما انا عارف ان انت اساسا إن انا في الشغل يعني عايز اشتغل وانا مستريح. انا تحت امر اي حد، وطبعا اول الناس هو النادي الاهلي. في الشغل انا بحب شغلي قوي، وبحب اسعى في شغلي، وبحب الف اجيب لعيبه، وبحب ادور في الاماكن اللي انت مش هتتخيل انك تجيب منها لعيبه. انا جمعت لعيبه كتير قوي. هقول لك على حاجه، اول مره تتقال من هنا اهو في برنامج الاستاذ محمد، انا عندي 2 لعيبه موجودين في اسبانيا هدافين الدوري الاسباني. احمد الصاوي، ناشئين نادي الانتاج الحربي، مواليد 2002، هداف الدوري الاسباني. الناشئين يعني ناشئين، هو دلوقتي موجود في ازاي هداف الدوري الاسباني؟ سافر يعني؟ سافر، مفيش عقود ولا اي حاجه فسافر. كاريكا ابن احمد رجب، مواليد 2003. احمد رجب اللي هو احمد رجب بكره النادي الاهلي الاسمراني ده، اللي هو دلوقتي المدرب العام مع مساعد للكابتن كشري في الانتاج. اوكي، من احسن ديفندرجات في تاريخ مصر، انا مسميه بجال، نفس الشكل والجسم والاداء. ففي لعيبه كتير. في لعيبه كتير، بس هي زي ما بيقولوا يعني احنا ممكن نكتشف اللعيبه دي زي مرموش كده، فجاه سقط كيروش، جاب مرموش ما كناش نعرف على حاجه عنه. بالظبط، من المانيا. هقول لك على حاجه يا استاذ محمد، انا كنت مسمي احمد الصاوي الجارم. شفت الكابتن جارم بتاع الاتحاد؟ طبعا، نسخه، نفس الشكل ونفس الاسلوب ونفس الشخصيه ونفس طريقه اللعب. بس انت هتروح لمين؟ هتكلم مين؟ خلاص دلوقتي بقت اللعيبه كلها لازم يكون معاك مدير اعمال او متحدث رسمي باسمك. حتى المدربين بقوا كده. حتى المدربين خلاص. طب انت مش عارف تعمل كده ليه عشان تشتغل؟ لا، اعمل ابقى مدير اعمال؟ لا لا، في التدريب ماشي، خدت كل انواع الرخص اللي بره واللي جوه. انت ليه مش في الاهلي؟ ليه مش في الاهلي؟ انت يعني انت راجل في الاخر بتاريخك وعمرك ونجوميتك، ويعني يعني في الاهلي. بص، هو انا يعني ما تعرضتش او ما تعرضش اسمي او ما تقالش اسمي ان عمرو الحديدي يجي. بتعلقتك بالناس كويسه متقال. بص يعني، انا اللي انا فاكره كانت الموقف ده كان اتقال قدامي في 2006. كابتن رمضان قال لي انت من الناس اللي شغالين كويس، هو والحاج محمد عبد الوهاب، وكان ساعتها الحاج محمد عضو مجلس اداره، وقالوا ان انا من الناس اللي شغالين كويس، وكانوا بيجوا يتفرجوا وانا شغال. ففي الوقت اللي كان فيه كابتن احمد عبد الباقي، وبعديه كابتن شوقي عبد الشافع لما جه، ابتديت يتقال اسمي ان انا اترشح للناس اللي فوق، يا اما قطاع الناشئين، يا اما مدير الاكاديميه بتاعت النادي الاهلي كلها، او المدير الفني للاكاديميه، او اطلع مساعد في الدرجه الاولى. واتقال اسمي كذا مره. يعني انا مش من الناس اللي بسعى وبجري، انا بحترم نفسي كويس قوي وما بقولش اي حاجه. محدش قال تسعى ولا تقلل من قيمه المكان اللي انا اعرف الناس بعمر الحديدي، ولا المكان بيقلل من اسم عمر الحديدي في حاجه. بالعكس، انا بقول انا السي في بتاعي موجود، واللي هيعوزني انا تحت امره في الشغل، اذا كان النادي الاهلي، اذا كان او غيره، ايا كان، واتفر ايا كان. في تواصل بينك وبين المسؤولين في الاهلي؟ انا موجود دلوقتي، وكنت مبسوط جدا وانا موجود في احد الاجتماعات مع الكابتن خطيب، وكانت المفاجاه بالنسبه لي. يعني انا اخر مره شفت الكابتن خطيب، انت حتى هتبتسم في حاجه زي دي، ماتش 4-3 بتاع الاسماعيلي. ياه. 93-94. ياه. بس انت عملت ازاي؟ اخر مره شفته، اخر مره حصل كلام بيني وبين الكابتن محمود. وانت مشيت من الاهلي سنه كام؟ انا كنت في الاهلي، هي دي السنه 93-94 اللي احنا خدنا فيها الدوري العام. سبت الاهلي سنه كام يعني؟ اقصد سبت النادي الاهلي يعني سنه 99. يعني انت من 93 وكابتن خطيب موجود في مجلس الادارات، مش كده؟ لا، كابتن خطيب ساعتها ما كانش موجود في المجلس. كان المجلس هذا كابتن صالح. يعني انت لغايه 99 وانت بتلعب حتى في الاهلي من 93 ما شفتوش؟ لا خالص. ولغايه النهارده؟ لغايه قريب يعني. المسافه قريبه، احنا ساعتها كنت انا بقول في احد البرامج ان احنا كان عندنا ماتش مع الاسماعيلي قبلها بيومين، كنا معسكرين في احد الدور، والكابتن محمود جه بالليل. فطبعا كابتن محمود الخطيب،
فانا كنت انا نايم ففتحت الباب عارف مش عارف ارد مش عارف اتكلم. انت كنت يعني خبط على اوضتك ولا ايه؟ على الاوضه هيقعد معايا انا وجمال وابو الدهب ومشير. انت وجمال السيد ومحمود ابو الدهب ومشير حرفي. ومشير حرفي ده يعني اوضه اجرام. فانا مش عارف يعني عارف كابتن الخطيب مش عارف اتكلم كابتن محمود لدرجه ان انا مش ناسي لبسه تيشيرت الاورنج والبنطلون الزيت الكارو والجزمه اللي بدون شراب مش ناسي. لا يا راجل قعد معانا ورسم رسمه على الورق. عمرو انت عارف ان هداف الدوري بشعب صمد. مشير انت عارف مصدر الازعاج في الاسماعيلي العجوز جمال. ده ما كانش عضو مجلس اداره؟ لا لا. امال جه ازاي؟ جالنا كابتن محمود. يعني هو جاي قلقان على الماتش قلقان على اللعيبه وجاي يسلم عليهم قبل ما نسافر ان احنا ويدعمكم قبل ما تروحوا الاسماعيلي. بالظبط ان احنا كان قبلها بيومين هنسافر اسكندريه قبلها بيومين. فرقه الاسماعيلي كانت كسبت ساعتها الاتحاد في اسكندريه 5 واحنا تعادلنا مع المصري بورسعيد. جينا من البورسعيد على احد الدور قعدنا يوم ثم رحنا الإسماعيلي. على اسكندريه قبلها بيومين. الماتش ده كان نهايه الدوري. نهايه الدوري 4 ماتش الفاصل. بالظبط. تمام. كان ماتش على فكره كان ماتش تاريخي. بص الماتش ده يعني انت اول ما بتنزل تسخن مستر ماركوس بيشاور لجمهور الاهلي بيعمل كده. احنا بنسخن يعني ايه ده؟ احنا في حد ممكن يقول للاعيبه النادي الاهلي حاجه زي كده؟ كابتن طارق قال انتوا سامعين رحمه الله عليه شوفوا وانتوا هتكملوا بقى. كان ساعتها ألان هاريس وكابتن شطه وكابتن شوقي. احنا اول 10 دقائق كابتن رمضان جونين. كابتن رمضان كان مصاب ساعتها. كان عنده متجهز له مع الدكتور احمد عايزين انه يعمل عمليه في ركبته. جونين وبعد كده بدايه الشوط الثاني جون كابتن رمضان بعد كده كابتن ايمن شوقي بعد كده دخل فينا 3 جوان واربعه. عارف انت حضرتك خدتها بشكلين. احنا ما كناش بنلعب انا ومشير لعبنا اخر 5 ماتشات بس. كابتن جمال السيد كان في الماتش ده عنده تسمم قبلها بيومين كان عنده تسمم وقلنا لمستر هاريس انا ومشير بنقول لحضرتك جمال هيلعب عشان بنستفيد بقدرات هادي خشبه في نص الملعب. عملنا مباراة عارف هي مباراة بشقين او بشكلين مباراة دوري ومباراة شخصية انا وبشير ومباراة انا هستأذنك بس اقول خبر عاجل اتفضل يعني ومؤلم يعني وفاة السيد المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك الاسبق يمكن من دقائق طبعا بنونا سيادة المستشار و يعني بنعزي نجله المستشار احمد جلال ابراهيم وشقيقه المستشار نادر جلال ابراهيم واسرته وبندعو للفقيد الكبير المستشار جلال ابراهيم بالرحمه والمغفرة وإن شاء الله ربنا يسكنه فسيح جناته وبينعي أيضا المهندس هاني العتال رئيس مجلس إدارة قناة ATC والحقيقة يعني علاقة كانت طيبة جدا بين المهندس هاني ومع عائلة المستشار جلال إبراهيم. إن شاء الله للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان وبنوجه تعزينا طبعا لأنجاله المستشار أحمد والمستشار نادر يعني من محمد البقاء لله للنادي الزمالك ككيان وبقاء لله للمستشار احمد واخوه البقاء لله مستشار نادر مستشار جلال عالم نادي الزمالك الله يرحمه. نقول لهم البقاء لله ما يبص عليه دلوقتي غير الدعاء والرحمة. وكل شيء دعاء ورحمه وربنا يرحمه برحمته يا رب. ربنا يرحمه يا رب ان شاء الله ان شاء الله. نكمل خلاص بقت مباراه نمره 1 مباراة لأول ظهور للاعب مغترب من المحلة جه النادي الأهلي عمرو الحديد في 93 دوري عام. أول حاجة اسمها الروح وتحقيق بطولة. خد بالك إن أنت قبلها كان الزمالك حامل اللقب. 90 91 91 92 ديفيد ماكاو كان الزمالك خد الزمالك الإسماعيلي خد 91 تمام تفتكر الزمالك خد 92 و93 مع ديف ماكاو كان مع كابتن فاروق كابتن فاروق جعفر مظبوط. ساعتها النادي الأهلي قال لك في الطريق لاقتصاب الايه الفريق الاحلام. جه جمال وجه كمونه وجه ابو الدهب وجه ياسر ريان وجه احمد فهمي رحمه الله عليه وجه كابتن حسام وكابتن ابراهيم وجه فيليكس و حسام ابراهيم كان رجع من سويسرا كان نيوشات وكان ساعتها جورج ارثر من غانا. كنا بعد كده عماره ياسر كانت توليفه وفي نفس الوقت نادي الزمالك كان جايب النجوم الكتيره بقى قاسم سعيد وكابتن احمد الكاس ومصطفى نجم وكاس كان فريق الاحلام برضه واشرف يوسف في السنه دي وعصام مرعي والمجموعه دي ما فكرناش غير ان احنا نكسب اخر 5 ماتشات. فمشير خدني على جنب حديدي احنا هنلعب بالترتيب ماتش الترسانه هتعمل ايه؟ قلت له اشوف مين هيمسك مين ونلعب مان ما فيش حاجه اسمها سلم مستلم.
انا لعبت على ادريس وهو لعب على علي ماهر، الماتش اللي بعديه هنلعب شبين، انا هلعب على عصام شعبان هداف ساعتها كان في الدوري ومشير قال انا هاخد الثاني، الماتش المصري انا هاخد ياسر عزت وهو ياخد احمد ابراهيم المصري كده بالترتيب. بس ما كناش مدين مساحه ايه عارف اللي قلقان وبيثبت نفسه لغايه ما قعدنا مع كابتن خطيب بقى بقت مباراه خاصه في مباراه عامه، مباراه خاصه يعني. أنا يعني القعده دي فضلت في راسك حتى وانت بتلعبه أهو في الماتش اهو انا بكلمك اهو. انا وبشير انا وبشير مشير والعجوز. بعد كده الاهلي حمل اللقب، الاهلي بطل الدوري العام 93 لغايه خدته سبع سنين. سبع سنين بقى بس انتوا كسبتوا الماتش ده 4-3 وكان حتى الكابتن رمضان جاب جولين اعتقد في الماتش. ثلاث جوان جاب، ثلاث جوان، الجول الاول والجول الثاني وبدايه الشوط الثاني والجول الثالث ثم انفراد للكابتن ايمن شوقي. وبعدين انتوا كان الاجوان ازاي مش فاكر، كان 3-1 ولا هقول لك بالظبط. اول دقيقه كان 1 2 او تيك اوفر وبين وليد وكابتن اسامه بين وليد وفيليكس ام وليد واخد القريبه مرقص ايمن رجب وحط على القريبه كابتن رمضان قطع الجول الاولاني في سعفيه. الجول الثاني وليد من نص الملعب كوره بينه وبين هادي عمل 1 2 باسيست مع فيليكس عملها تشيب على وش رجل الكابتن رمضان. في الوقت ده كابتن رمضان كان عارف ان سعفان بيبقى على بوز ال 18 خدها فرست تايم بشماله الهدف الثاني. وكان رمضان مشهور باللعبه دي قوي قوي اللي عارف مين كان بيعملها فان باستن اللعبه دي بالذات. بص محمد هقول لك عمر الكابتن رمضان ما جاب هدف وجري الثلاث اجوان كان عنده هستيريا كامله في الملعب بيجري هو دايما خطوتين ويعمل كده بالظبط. وما كانش يقول لك كان اجري ليه اعمل سبرنت في انفعال وانا هلعب تاني هو كان مجهوده برضه يعني بالظبط. الشوط الثاني اوفر من ناحيه اليمين من الكابتن من رضا عبد العال قطع على قريبه كابتن رمضان الجون الثالث ثم ثرو باص من الكابتن رضا انفراد للكابتن ايمن شوقي الجون الرابع. بعد كده بقى خمس دقائق دخل فينا ثلاث اجوان غير ان الكابتن كان 4-0 غير ان الكابتن شوبير انقذ ضربه جزاء من بشير. بس السيناريو يعني خمس دقايق ويبقى 4-4 كان ماتش فاينل فعلا يعني ماتش قوي. ساعتها كابتن ايهاب جلال وكابتن عماد سليمان والله يرحمه احمد رزق. ومن هذا التوقيت لغايه من قريب ما شفتش كابتن خطيب لغايه اما اتقابلت مع الكابتن خطيب في جنينه في الجنينه في النادي. دي كانت صدفه ولا ندوه ولا ايه؟ لا انا كنت رايح معزوم. انت عضو في النادي اصلا؟ لا يا كمان ما دخلتش لأيام الرخص صعبه الوقت بنص مليون يا عم يا ده لو بمليون نروح برضه. بس انتوا رياضيين يعني. انا استاذ محمد بقول لك وانا داخل وكابتن خطيب بيسلم على اللعيبه وقام مسلم عليا ومطبطب عليا ازيك يا عمرو. بص خلاص بقى انت ايه ده هنتكلم في 20 25 سنه 20-25 طبعا سنة. انت نسيت كل حاجه بقى النادي كان مطنشني ما بشتغل طبعا كل ده وكابتن خطيب سلمت عليه انا خلاص. سلمت قلت له ثواني يا كابتن عينك زاغت على طول. لا ما انت يا كابتن مش هتعدي استنى يا كابتن اتصور ما ايه بص اتصور. بعديه على طول سلمت على حسام غالي بعد كده الباشمهندس خالد مرتجي بعد كده كانت جوله انتخابيه او حاجه بالظبط قلت لهم اسلم. انا بقالي كتير لدرجه ان الباشمهندس خالد وانا بكلمه قال لي ازي حضرتك قلت له يا باشمهندس انا عمرو الحديدي قام حاضرني وقعد يبص فيا عارف ما شفتوش من امتى من البطوله العربيه 95 واحنا معسكرين في احد الفنادق في القاهره دخل المرتجي انت كنت في المركز الاولمبي ولا ايه لا كنا قاعدين في احد الفنادق في مدينه مصر الجديده وهو جه والكابتن خطيب كان ساعتها عاملين ان كل الكبار يبقوا اعضاء هو كان مع كابتن خطيب يعني كان مع كابتن خطيب الباشمهندس خالد مرتجي انا متذكر كان مدير المطعم او مدير الاولمبي في المركز الاولمبي في المعادي صح كده لان احنا كنا بنروح هناك ايام المنتخبات وبتاع فانا اتعرفت عليه هناك لاول مره انت ساعتها ساعه الدكتور محمود سعد والدكتور مصطفى عبده لما كنا في المنتخب الاولمبي قبل برشلونه 92 ايوه كان دي اول سنه ايه يا عم يا عم انا مواليد 2002 هي كانت ساعتها 92 ده كان عندي 17 سنه خلاص 2002 ماشي هو في الوقت دوت كان بيبقى متواجد معانا واحنا موجودين في الفندق كان بيصلي معانا الفجر من الحاجات الجميله ان هو صوته زي الشيخ محمد جبريل صوته حلو قوي فكنا بنصلي مع بعض في الفجر في وجود هادي خشبه وكابتن اسامه وكابتن ايمن وكابتن رمضان فشوف المسافه قد ايه او المساحه قد ايه مش اقل من 20 25 سنه يعني يا كابتن عمرو انت بتحكي لي حاجات جميله جدا لكن عموما بنتمنى لك ان انت تتواجد وتبقى على الساحه لان انت من الناس فعلا اللي انا اعرف من ناس اخرين انك شغال بشكل قوي وان انت من الناس اللي بتدي شغلها كل وقتها. هقول لك حاجه انا في شغلي انا ماسك وبعدين الونش ده الناس دلوقتي جمهور الاهلي ما يسمعك يقول لك يا نهار ابيض ده الونش ده دلوقتي اهم مدافع في مصر. انا كنت بقول لمحمود هتبقى في يوم من الايام سرد باك مصر وافريقيا اسال في الكلام ده الاستاذ خالد لطيف ادي واحد اتنين
كنت بقول لإسلام الفار هتلعب لعب. حسام كان يقول لي كان عندي 2 فراوده في الجيش, ده حسام حسن, حسام حسن, كنت بقول لهم انتوا حاجه كبيره, خالد مايز وحسام حسن. حسام يقول لي يا كابتن هبقى في يوم من الايام فرود, قلت له هتبقى فرود مصر اهو. رؤى, قلت له رؤى انت ابن النادي الاهلي, بس انت من اللعيبه المزجنجيه اللي هم بيقولوا عليهم بقى صانع الالعاب المزجنجي, يوديك للجم من اقرب طريق. رؤى, اسلام الفار, محمد السيد هاشم دونجا الصغير بتاع الاسماعيلي, ده من ولادي. فبص في لعيبه كتير وفي لعيبه كتير كان ممكن تبقى حاجه كبيره قوي, بس يعني ما خدتش الفرص, ما وصلتش, النفس كان قصير شويه. وانا موجود مع حضرتك هنا, انا موجود في مصلحه الضرايب المصريه ماسك الانشطه, انا صعدت الفرقه من ثالثه لثانيه الاولى. انت اصلا بتشتغل في الضرايب؟ شغال في الضرايب, يعني رئيس الانشطه الترفيهيه. مش مأمور يعني ولا؟ لا 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 لا, مع ان انا ده شغلي, ان انا مأمور شامل, بس انا شغلي العلاقات العامه دلوقتي في المرحله دي. وفرقه الضرايب يعني صعدت من ايه؟ شركات ثالثه ثانيه اولى. دلوقتي تلعب في اولى شركات؟ شركات. وانت حضرتك اللي بتمرنها يعني؟ لا انا اللي بشرف عليهم, انا اللي ببقى موجود مع الجهاز اللي شغال. وفي لعيبه بقى متنبئ ليها تبقى كويسه؟ عندنا حوايج, عندي كابتن عثمان احمد لاعب منتخب مصر الخماسي, كابتن طارق احمد فوق ال 55, اخذت البطوله السنه اللي فاتت. لا ما اقصدش, اقصد بس انتوا لسه ما عندكوش لعيبه صغيره يعني. لا احنا بنتكلم من اللي موجودين. القماشه حسب القماشه. في العاب ثانيه فكروش تعملوا فرقه ضرايب؟ في الطريق, في وجود الاستاذ رضا عبد القادر والاستاذ معالي الوزير محمد معيط, هنعمل هتعملوا فرقه دلوقتي متاح ان احنا. ويا عم والضرايب عماله تزيد هتعملوا فرقه وزود الضرايب؟ لا والنبي روح مرن في الاهلي يا فلوس من روح مرن في الاهلي. طيب كابتن عمرو بقى, عايز انتقل بيك على الحاله الكرويه اللي عندنا في مصر. احنا عندنا دلوقتي الدوري المصري بقى فاعل جدا وبقى مميز جدا الحقيقه, بقى مش بس على المستوى الفني يعني. احنا عندنا الدوري قوي بقاله 3 4 سنين بشكل واضح, وبقت الانديه كلها بتجيب لعيبه, وبقت اللعيبه حتى ادائها الفني عالي, وبقينا نستمتع من السنه دي كمان. التنظيم مع التصوير اختلف مع حاجات, فبدانا نروح ناحيه تانية. انت شايف فعلا انه الدوري بقى صعب, وان النهارده ما تقدرش تتكهن ولا تتوقع بنتيجه مباراه, ولا يظل برضه لسه الاهلي والزمالك السيطره الكامله على مسابقه الدوري؟ استاذ محمد احنا لازم نتفق ان كل الفرق ابتدت تتعلم من الدرس اللي استمر في وجوده من الموسم اللي فات. اما اللي استبعد خلاص, انت مالكش نصيب غير انك هتحاول تاني ترجع وتموت نفسك تاني عشان تطلع دوري الاضواء. مظبوط. مثلا هندي مثل كابتن خالد جلال اللي خده من نهايه ما انتهى من شغل كابتن محمد يوسف, اشتغل الكابتن خالد جلال بقى الحصان الاسود لنادي البنك الاهلي. مظبوط. فاركو شركه من الشركات المحترمه ابتدت تجمع لعيبه في وجود مدير فني محترم وكان لعيب كبير كابتن مجدي عبد العاطي, ابتدى يحط شكل. مظبوط. شلال الدخان في وجود الكابتن علاء نوح ما حصلش نصيب, تولى الكابتن علاء عبد العال. لسه القماشه انا ما فكرتش فيها عشان مش انا اللي شاريها. انا متواجد بس هي برده ما قدروش يعملوا برده اللعيبه اللي هي تلعب دوري ممتاز. في يا استاذ محمد حاجه في الكوره بتقول لك ايه, ابني من قديم تحصد من جديد. اللي انا بنيته في البنك الاهلي او البنك الاهلي اللي بناه ابتدى يحصده في موسم 21 22. مظبوط. عشان انا بنيت من 19 20. مظبوط. كويس قوي. المصري كابتن علي ماهر شابوه الحصان الاسود في المدربين في شغله وهو موجود مع النادي المصري. عمل ايه؟ عمل توليفه وحط في عقله مجموعه لعيبه هي دي القماشه اللي تعلي كفه الشغل مع مدير فني ناجح زي كابتن علي. في المصر خد اللعيبه كلها وراح برضه عمل فرقه في فيوتشر. بس عمل ايه بقى؟ عمل كيمياء, جاب من كل فيلم اغنيه تنجح الالبوم, عمل البوم كويس اسمه فوتشر وانسجم, وعمل الانسجام بسرعه. علي مش كبير, علي قريب من سنهم ومدرب شاطر وطلع وخد مدارس من بره, شاف الناس بتشتغل ازاي. هتقول له انت حصان؟ ما مسكتش حد واشتغلت غير معاه. انت كعلي ماهر حصان اسود في عالم المدربين. عرفت تعمل ايه؟ انت بتهيألك انك انت متأخر. لا هتجيلك, وهتجيلك منتخبات, وهتجيلك فرق كبيرة. احمد سامي مع الجيش مسموحة. لا مع الجيش الاول. خد حاجات وخد خبرات. ابتدى يروح في مجلس ادارة امن لامكانيات احمد سامي او مؤمن بامكانيات احمد سامي. اشتغل مع احمد, احمد دلوقتي بقى بيحصد او بيحرج الكبار في شغله. خلاص بقى ليه اسم من الاسماء الكبيره. كابتن ايهاب جلال اشتغل بمراحل لغايه ما انتهى بالمطاف في امكانيات نادي بامكانيات ماديه, مجموعه لعيبه, مدرب فكره عالي بيروح بيفرض سيطرته بادائه
وبيعلم لعيبه ما هو جديد في عالم الكوره. كابتن ايهاب يعني ليه مع المقصه سنين ونجاح كبير، بنى بنا كبير في المقصة، وصنع نجوم حسين الشحات وميدو جابر والشيخ احمد الشيخ ونجوم كتير جدا. بص يا استاذ محمد، المنظومة بتبقى شكلها ايه؟ مجلس ادارة بيوفر لك كل شيء، جهاز فني متعاون، لعيبة بتكافئ الجهاز الفني اللي شغال. يعني اقصد هو في المقصة ما كانش بيشتري نجوم، ده هو كان يصنع نجوم والنادي يبيع ويكسب. يعني مش حسين الشحات ده بتباع ب 3 مليون دولار للعين. يبقى انت بتقول لي ان انا شغال في شركه استثماريه كرويه لاستخراج نجوم، هتتقال كده. بعد كده معظم لعيبه المقصه راحت اماكن كبيره. طب اللي حضرتك بتقوله ده يعني انه دلوقتي بقى في صعوبه لما الانديه الكبيره تواجه الفرق دي في الدوري. خلاص ما في حدش بقى بيخاف. انت كنت بتقول اي خبير اجنبي موجود او مدرب اجنبي او مدرب مصري، انا قدامي 10 دقايق والم المباراه. لا دلوقتي بقت سجال هات وخد، بتكسب 2 و3 و4 وانت اعلان يخش فيك 1 و2 و3. الاهلي والمحله اهو 2-0، فجاه المحله بتعادل في دقيقه 90 2-2 والجول بيجي في اخر 5 ثواني. والله علي معلول، والله انا وانا قاعد مع احد الاصدقاء في احد الاماكن، خلاص الدقيقه 96 بصوا لبعض طول، والله جول الفاول، والله جول. كان قاعد مكانك كده كابتن ربيع ياسين قال نفس الجمله. انتوا شاربين من نفس الجيل الاهلاويه دول اصلا. بص حضرتك، هو كان ميه الاهلاويه بتروي عروقهم كلهم. كلنا عندنا يقين او يعني امنين بربنا في تعب الناس دي. بص يا استاذ محمد، قبل ما تقول للجول، شوف وليد سليمان وهو على الخط، شوف علي لطفي وهو على الخط، شوف محمود وحيد، شوف رامي ربيعه، شوف الخوات، شوف مستر ميشيل يانكون، شوف الدكتور، كلهم شربوا من الميه. خلاص اللي بيخش يعني الاهلي هو النيل بتاع الكره المصريه مثلا، مش اللي شرب. انا مش هقدر اقول كده عشان ما لا اقول النادي الاهلي. النادي الاهلي كيان ثبت مبادئ كل من دخل فيها اتطبع بطبعها. الكيان ده عودك يعني ايه روح، يعني ايه بطولات، يعني ايه حصد بطولات، يعني ايه استثمار البطولات انها تزيد. احنا الاهلي دلوقتي بقى الكؤوس والدروع، انت مش عارف توديها فين، اعمل متحف بقى، ناخد حته من الاوبرا ونعمل متحف النادي الاهلي لحصد البطولات. طب بمناسبه الكيان والقيم، يعني كابتن محمود الخطيب امبارح في حواره مع اون الحقيقه كان حوار كويس جدا، قال جمله لما اتسال على حسام عاشور ورمضان رمضان صبحي، هل ممكن يرجعوا الاهلي؟ هل دي من ضمن القيم؟ انت شايف ان ده صح؟ يعني النهارده افرض انا لعيب غلط، يعني حسام عمل فيديو نتيجة انه عايز يعمل ماتش اعتزال او مش هيعمل، وراح المستشار تركي آل الشيخ وحس بتجاهل شوية، فهو لعيب تاريخ في النادي الاهلي، فقال كلمتين اتفك بكلمتين، هل معناه ما يخشش الاهلي تاني؟ كابتن خطيب قال اللي يغلط في النادي الاهلي انا مش هسامحه، ما اقدرش اسامحه، وده مثال حتى على حسام وعلى رمضان. قول رمضان ماشي لانه كان في الاهلي وهيجدد ومشي وراح بيراميدز وكانت مفاجاه وصدمه وبتاع، لكن حسام ده راجل كان موافق انه يبطل وهيشتغل في القناه وهيعمل معرفش ايه الحاجات اللي كانوا مدينها له يعني وقتها، لكن اتاخروا عليه ففضفض بكلمتين. هل ده يعني دي من ضمن القيم؟ انت شايف دي من ضمن القيم والمبادئ يا النادي الاهلي؟ هقول حاجه بسيطه يعني بشكل مختلف عن اسم الكوره. انا في بيتي، في بيت العيله اللي فيه والدي ووالدتي، ما اقدرش وابويا بيتكلمني اقول له انا ما ينفعش، انا راجل كبير انا هخرج، ما ينفعش اقول له كده. احنا اتعلمنا ان الاحترام، هم هيشوفوا لك مستقبلك احسن منك، بس هو مش متاخر، هو متاجل لمرحله. استاذ محمد انا هضرب مثل بيا كابتن صالح وانا بمضي للنادي الاهلي، انا جالي الزمالك بمبلغ خيالي خيالي، هو دلوقتي اكيد مش خيالي بس قول لنا والله وقتها. خيالي. طب كان كام يعني؟ 300,000 جنيه. ده الايه ليك يعني في السنه؟ انا ساعتها كنت في المحله وكان عدت السنه الاولى والثانيه، والكابتن سياج رحمه الله عليه قال لي الكابتن شناوي عمرو هيمشي، استفاد من السنه الثانيه ليه عشان هو ماضي 3 سنين بس. ان المحله لما كنت بتيجي تاخد اي مكافئات بيحط لك ورقه في النص بتمضي عليها، الورقه دي سنه اضافيه. فانا الوحيد اللي قريتها وتقعد فرحان بالمكافئات فتمضي جاري. فانا قلت للكابتن عبد الرحيم خليل يا كابتن ما ينفعش، انا هم 3 سنين وانا كنت واخد مبلغ في الثلاث سنين 4000 جنيه في الثلاث سنين؟ في الثلاث سنين 4000 جنيه ومدفوع قوي، مدفوع لنادي مدينه نصر 170,000 جنيه. اوكي السنه كام؟ من سنه 92. كنت انا ساعتها
لفت أندية مصر كلها. طب ال 300 ألف دول الأهلي كان هيدفعهم، الزمالك هيدفعهم للمحلة؟ ليا أنا. كان الكابتن دكتور ذوالفقار الجمل جيراني في شبرا قال لي تعالى هتقعد. قعدت مع الكابتن حمادة حمادة أمام والكابتن نور الدالي رحمة الله عليهم، وقعدت وأحد رجال الأعمال اللي كانت موجودة قال لي مالكش دعوة، إحنا هنخلص المحلة وهنجيب لك فلوسك. بس امضي. كانوا هما اتنين، عمرو الحديدي رايح الزمالك، هيثم فاروق يا حمزة الجمل يا طلعت منصور رايحين الأهلي. بص بص أنا بالترتيب كده، كابتن صالح حصل مكالمة بين أحد الأشخاص في التليفون، ما كانش فيه موبايلات ساعتها، ففي تحويلة جوه الشركة، التحويلة دي ما بتتقفل الصوت بيكبر فبتوصل لنا في الاستراحة. قالوا يا عمرو أنا ماما أنت فين؟ لا مش صوت والدتي. فما الخط قفل الصوت كبر، فأنا عرفت إن إيه مين، أنا فلان الفلانية لازم تيجي مصر النهاردة عشان مجلس إدارة النادي الأهلي أجمع إنك أنت هتبقى موجود. كنت أنا قبليها ب 48 ساعة قاعد مع الكابتن أنور سلامة في بيته، وقال لي أنت عايز إيه؟ مش عايز حاجة خالص، بس العب في الاهلي، اجي جنب الاسدين حتى، اجي بس مش عايز اكتر من كده. تواجدت، فكابتن انور قال لي هم هيعملوا 1 2 3، باشمهندس عادلي يوم الجمعه رايح النادي الاهلي يخلص مع الباشمهندس معتز عبد المقصود والحاج احمد الششتاوي كان هو نائب رئيس الشركه ساعتها، وانا موجود في مصر. قلت اما انزل، نزلت استاذنت الكابتن شوقي وكابتن سياجي ونزلت بالفعل. اول ما نزلت لقيت باب النيل مقفول بالجنزير، فقلت خلاص انا حد اشتغلني، وفي تمرينه تاني يوم الصبح دكتور عبد الجليل عبد العيش هنعمل جري وسبرنتات وحواجز، تمرينه بدنيه يعني، انا هروح ازاي؟ ما لحقتش انام. فقلت تروح تريح يعني. خلاص ما لحقتش، انا هروح انام في الاستراحه عشان الصبح في التمرين، ما لحقتش، فانا هرجع من مصر الصبح بالاتوبيس اروح المحل عشان التمرينه دي. فلقيت واحد من الامن معدي فبيقول لي انت عايز ايه؟ قلت له الباشمهندس عادلي موجود. قال لي هو في حد موجود؟ ده الساعه 2 النادي مقفول. قلت له طب شكرا. قال لي انت مين؟ قلت له انا عمرو حي. قال لي بتاع المحله بتاع الفلاحين، تعالى. دخلت لقيت مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل ما عدا كرسي كابتن صالح، كابتن طارق سليم، كابتن حسن حمدي، مدام منى الحسين، سياده المستشار عبد المجيد محمود، دكتور حسام بدراوي، استاذ ابراهيم المعلم. انت حافظهم؟ انت فاكر؟ ما انا بقول لك انا داخل في ترابيزه، الترابيزه دي شفتها في الافلام بس، شفتها في المؤتمرات بتاعت النجوم الكبار. فاضل الكابتن صالح والباشمهندس عادل. عمرو انت هتمضي 5 سنين؟ قلت له موافق. طب اقرا شوف انت بتمضي عليه. قلت له موافق من غير ما اوقع، هو 5 7 10 ربنا مطول في العمر همضي لك، عايز سنه 20 30 زي ما انت عايز. فجاه لقيت الكابتن صالح في وشك فبيقول انت عارف انا مين؟ قلت له اه طبعا، كابتن صالح بتاع الشموع السوداء. قعد يضحك. قال لي انت هتوقع 5 سنين موافق؟ قلت له اه طبعا. قال لي طب افتح الاوضه دي. فتحت الاوضه لقيت والدي الله يرحمه موجود، واخويا مجدي الاكبر مني على طول. كان والدي في الوقت ده كان جاري سياده العميد احمد عبد الله، الدراع اليمين للواء سفير نور، فعرفوا انا ساكن فين ومنين وجابوني. وتواجدت وقعدت ووقعت وشفت اللي عمري ما شفته، يوم احتفاليه فريق الاحلام جوه التتش. شفت بقى، شفت يعني ايه النادي الاهلي والجمهور والفرحه، شفت يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه كيان. كان نقعد في الاوضه كابتن شوبير وكابتن عبد صادق وكابتن اسامه يحكوا لنا اللي احنا حكيناه للجيل اللي بعدنا. طب انت عايز من كل القصه ده الكلام في الحاجات دي مش هنزهق منه؟ لا طبعا، لانه في الاخر انت بتتكلم على ذكريات كلنا بنحبها، لكن عايز تقول انه هي دي الاهلي، اللعيب اخطا خلاص. اقول ارجع لموضوع رمضان صبح وحسام عاشور، يعني اقول حسام استعجل في حكمه، رمضان استعجلت في قرارك لعدم خبرتك، ماشي، لكن انا اقصد حسام عاشور ما ينفعش يرجع تاني الاهلي في اي منصب في اي حاجه، يعني يرجع هو عمره كله في الاهلي. لو رجع كابتن حسام ورجع كابتن رمضان يبقى يرجعوا سترايكر الكره المصريه وكابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام كابتن الحضري بقى وكابتن عصام، خلاص رجع بقى كل الناس. انت مع الفكره دي؟ يعني اقصد خلاص انت مشيت عشان هتحترف، النادي الاهلي قال لك لا. الكابتن حسام والكابتن ابراهيم اتاخروا نفس الموضوع، اتاخروا في التجديد معاهم، فخلاص في وجود الكابتن ثابت، فاحنا خدنا قرار استبعد. تمام خلاص.
طيب انا عايز انقلك بقى على الـ احنا عندنا اصل الكونفدراليه ماتشات لامبي والنادي المصري، عندي تقرير كده خلينا نتابعه وبعد كده ناخد تعليق الكابتن عمرو الحديدي عن المواجهتين اللي هيقابلهم ناديي بيراميدز والنادي المصري في الكونفدراليه الافريقيه. يحط فريق المصري البورسعيدي وبيراميدز رحالهما في أدغال إفريقيا من جديد سعيا لحلم البطولة القارية الأولى لكليهما من خلال المسيرة الإفريقية بالبطولة الكونفدرالية. بيراميدز يحل ضيفا على مانياما الكونغولي في الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية عصر الأحد المقبل على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، فيما يخوض مباراة الإياب يوم 5 ديسمبر المقبل بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة. ويراهن إيهاب جلال على نجومه البارزين وفي مقدمتهم رمضان صبحي وعبد الله سعيد وإبراهيم عادل وأحمد فتحي، وذلك لتخطي هذا الدور والوصول لمرحلة المجموعات. المصري يبدو في معنويات مرتفعة أيضا بعد تحقيق الفوز الأول بالدوري ويخوض مواجهة ريفرز يونايتد النيجيرية في 14 الأحد المقبل على استاد إنيمبا بمدينة أبا بطموحات الوصول لدور المجموعات أيضا. ورغم حرمان المصري من صفقات جديدة والتي بلغ عددها 8 لاعبين، لكن الشعباني يراهن على الفريق للعودة من نيجيريا بنتيجة إيجابية تعزز وصول الفريق من مباراة العودة على استاد الإسكندرية الأسبوع المقبل. المصري وبيراميدز فريقان مصريان يداعبهما حلم التتويج القاري للمرة الأولى، فهل تبتسم النسخة الحالية من الكونفدرالية لأحدهما؟ كابتن عمرو، المصري عنده ريفرز يونايتد بطل نيجيريا وبيراميدز عنده مانيما انيون بطل الكونغو. انا عايز يعني تقول لي اداء المصري وبيراميدز دلوقتي في الدوري مطمئن في المواجهتين دول؟ هقول لك على حاجه بالنسبه للمصري، اولا معين الشعباني ابتدى يدرس كسب بعد 4 تعادلات، بعد 4 تعادلات كسب 3، ابتدى يدرس او يقرا امكانيات فرقته. بيبان امكانياته وسيطرته في الملعب من الشوط الثاني، اداء لعيبته وانسجام رغم عدم شراء لعيبه كتير المصري من الخارج المره دي. يعني شفنا حسن علي الناشئين المصري، يعني في شفنا اداء لعيبه، خد بالك نفس الاسماء اللي تواجدت في انديه تانية هي اللي كانت رافعه كفه نادي المصري زي احمد رفعت وزي عمر كامل عبد الواحد هم دول. فهو بنفس القماشه ما غيرش، بس فصل امكانياته على القماشه اللي موجوده. يعني المصري عنده قدره تخطى الدور ده. بيراميدز انت خد بالك دلوقتي تاني الدوري. بص بيراميدز بقى 13 بونت من 15 يا لعيبه، جالك المايسترو اللي يعرف يخليك تنتج الامكانيات دي. انت مصنع بتطلع كميه معينه بس مكتفي بطن. كابتن ايهاب جلال هيوصلك بقى للاكتر 10 طن و100 طن و1000 طن و2000 طن. شاطر كابتن ايهاب، شاطر جهازه اذا كان الكابتن حمد ولا مصطفى كمال ولا الموجودين ولا هاني سعيد ولا محمود فتح الله شغالين. انت عايز مناخ تشتغل فيه عشان انت طبعك هادي. كابتن ايهاب طبعه هادي، بيحفظهم ازاي نشتغل وازاي نثمر عدد شغلنا بالتهديف ان احنا نوصل كل مرحله بيشتغلها على حده. يعني بيراميدز ممكن ينافس على الدوري السنه دي مع الاهلي والزمالك؟ مع كابتن هاب جلال. هي حاجه انا مجنناني في محور اسم الكره المصريه، ليه قصاد الاهلي والزمالك بتبقى سنن سكاكينه، وليه في الفرق الضعيفه انت بتقل؟ ليه ما تبقاش كلها شكل واحد؟ ليه كلها الحماس ده موجود في كل بنفس الماتشات. الالتزام وبنفس الروح وبنفس العزيمه وبنفس الاصرار انك تاخد الثلاثه بونت. لو لعبت قصاد النادي الاهلي بامكانيات كويسه حط في نفسك ان كل الفرق دقيقه أهلي. هاخد منك اجابات سريعه في الدقيقه دي. اتفضل. مين اللي بترشحه ينافس الاهلي والزمالك غير بيراميدز، او يبقى موجود في المربع الذهبي، او يبقى موجود في الصوره بتاعه الدوري السنه دي؟ عندك فيوتشر وعندك فاركو وعندك اسماعيلي وعندك مصري وعندك اتحاد وعندك بره اهلي وزمالك بيراميدز فيوتشر 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 يعني خسر اخر ماتش من امتى؟ علي بياخد ما احتفظنا بالالقاب، بياخد النتائج اللي بيحصل فيها عدد بناط تريحه في الدور الثاني. تمام. طب مين المتوقع ينزل؟
يعني الاسماعيلي توقع يبقى عنده مشكله السنه دي؟ لا 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 هيفوق باذن الله عشان يحلي شكل الدوري. اقول ان الدوري ناجح بالتزام مواعيده بالتزام الفرق، ما فيش تغيير في شكل الجدول، كل برهان موجود او معطيات لنجاح المنظومه بدات بوجود الحاج عامر. تمام شاطر حد شاطر عرفت تديله جراح اللي يعرف يداوي الوجع ده. طب في 10 ثواني كيروش هينجح مع منتخب مصر؟ اه انت باني الكلمه دي على شخصيته ولا على ادائه الفني ولا على اختياراته للاعبين؟ ولا دي ولا دي ولا دي. امال باني على ايه؟ السي في؟ لا المعلومات اللي واخدها من مستر فنجاده للمعامله مع الشعب المصري واللاعب المصري. هو انت شايف ان هو شاطر في دي؟ خالص ده مش شايف حد، حتى مبرراته جوه المؤتمر الصحفي كلنا بنستغرب. انت متوقع نجاحه؟ اه عارف يعني متوقع نجاحه؟ نجاحه لا نجاحه عشان يتقال بشكل انا هدفي كله كاس عالم، التدريبات اللي انا بعملها او الامثال اللي انا بشتغل عليها هي البطوله العربيه احسن من معسكر، بطوله امم ممكن ما احصلهاش بس اوصل كاس عالم عشان انا حققت جوه ذاتي. متوقع نوصل كاس عالم؟ بالظبط. تمام كابتن عمرو حديدي، انا يعني سعيد جدا تاني بيك والله في الحلقه، وان شاء الله نلتقي كتير الفتره الجايه. موفق ان شاء الله الفتره الجايه. حبيبي استاذ محمد، وانا مبسوط ان انا كنت موجود معاك، وشرف ليا ان انا اتواجد مع الاستاذ محمد شبانه. الله يخليك سياده النائب. الله يخليك كابتن عمرو، ودايما منورنا ان شاء الله، ونشوفك دايما في احسن حاله. تستاهل كل خير يعني. شكرا جدا. عايز بس افكركم بان محمد صلاح النهارده جاب جول في بورتو، الماتش خلص ليفربول 2-0 عشان يتساوى مع كريستيانو رونالدو 6 اهداف في دوري ابطال اوروبا، وده يعني عظيم. صلاح يعني خلص فيك الكلام، يعني كل يوم بنتكلم عن تحدي وانجاز جديد، وبيحرز كده 38 جول على مدار تاريخه في دوري ابطال اوروبا.